شكرا جزيلا أستاذ الكريم. أخذنا في جولة جمعت بين مرحلة النظام الثوري ومرحلة الاستقلال، عرج من خلالها على أهمية المحطات التي مرت بها المنظومة الإعلامية الجزائرية أثناء الثورة وبعد الاستقلال، وربما ضمنها أيضا بعض الطموحات أو ما ينشده الأستاذ لأن يكون عليه أو تكون عليه حرية التعبير في الجزائر. شكرا جزيلا أستاذ. دون إطالة أتوجه أو أحيل الكلمة للأستاذ دكتور عمر عبد الناصر فليتفضل. مشكور. شكرا سيدي الرئيس، تحية مميزة للحضور الكرام من جامعة 8 ماي 1945. هذه الولاية المجاهدة التي كانت في ذلك اليوم برهنت عن الوطنية والنضال من أجل الاستعمار. مداخلتي مخصصة حول الجامعة وجامعة الجزائر 1954-1968، وكان قد أشير إلينا مثلما ذكر الأستاذ شبالي على أنها الجامعة الجزائرية 54-68، أشرنا إلى أنها كانت جامعة فرنسية من 1954-1968. ولمعرفة الدور الذي لعبته هذه الجامعة في فضائها ومحيطها الداخلي خلال الثورة التحريرية، لابد من العودة إلى عاملين أساسيين. العامل الأول هو التعليم في الجزائر خلال العهد الاستعماري، والعامل الثاني هو التسلسل الكرونولوجي لتأسيس هذه الجامعة. بالنسبة للتعليم في العهد الاستعماري كان قد وضع الجزائريين جانبا منذ بداية الغزو، وحتى أليكسيس دو توكفيل في رحلته مع لجنة برلمانية إلى الجزائر عبر عن ذلك، فقال جئنا إلى الجزائر لإشعال الشموع فأطفأناها. فذلك التعبير يعبر على التراجع في نسبة انتشار التعليم الذي كان في الجزائر فيما فترة قبل 1830 وما جاء بعد 1830. أما المدارس التي سمح فيها لبعض الجزائريين الدخول إليها فقد صنفت في مرحلتين. في المرحلة الأولى صنفت على أساس أنها سيدي زيكول غوربي، وذلك ارتباطا بنوعية التعليم المحدود الذي كان يقدم للجزائريين. في مرحلة متأخرة ما قبل نهاية العهد الاستعماري في الجزائر وصف هذا التعليم الذي خصص للمسلمين بالتعليم ب، في حين كان ابناء المعمرين يقدم لهم التعليم الصنف بالتعليم أ. وإن كان عدد الجزائريين الذين كانوا في الجامعة في سنة 1954 يقابل كل جزائري يقابله 15451 جزائري، فإن المعمرون كل واحد معمر طالب في الجامعة يقابله من مجموع السكان العامون في الجزائر من الأوروبيين 267 معمر. وعليه هذه الجامعة تأسست في 4 مراحل. المرحلة الأولى تأسست فيها مدرسة الطب سنة 1857، ومثل ما قيل في أدبيات الاستعمار في حديثهم حول مدرسة الطب والصيدلة التي تأسست في الجزائر فقيل لاوليا لبليسي دوايا وأميتسا، وذلك تعبيرا على المقاومة التي كان يقوم بها الجزائريون. والفترة هذه هي فترة اشتداد المقاومة من 1830 إلى 1871، وعليه بدأت هذه المدرسة رسميا سنة 1857 وانطلقت في التدريس سنة 1859. بالنسبة للمدرسة الثانية هي مدرسة الآداب ومدرسة الحقوق التي تأسست في 1877،
ورغم جعل فرنسا أو إصدار باريس لقانون تأسيس الجامعات الجهوية في سنة 1896 إلى أن المدارس العليا التي أسست في الجزائر تركت جانبا ولم ترقى تلك المدارس إلى جامعة إلى غاية 30 ديسمبر 1909. هذه الجامعة مثل ما قلنا فتحت أساسا للأوروبيين المعمرين في الجزائر في حين أبعد عليها العنصر الجزائري إلى عدد قليل. ورعية جامعة الجزائر في فترة ثورة تحرير عام 1962 لابد أن نميز ميزتان أساسيتان ارتباطا بما ذكر والعوامل التاريخية السابقة. فقد كانت في نضال أو الحرب، حرب التحرير أو الثورة التحريرية انتقلت من المحيط العام للجزائر ككل إلى محيط الجامعة، وهي شهادات ذكرها أساتذة وكانوا بالجامعة في مذكراتهم، وكذلك طلبة سواء كانوا من طلبة أوروبيين أو طلبة جزائريين. أهم شيء بالنسبة للثورة داخل جامعة الجزائر هو نضال الطلبة الجزائريون تحت غطاء الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين أو لوجيما، الذي أعلن عن الإضراب في 1956. هذا الإضراب كان نتيجة عوامل، العامل الأساسي هو المعاملة التي بدأت من الطلبة الأوروبيين اتجاه الطلبة الجزائريين في بداية الثورة في حد ذاتها، بحيث تم اغتيال طالب جزائري وهو زيدور بالقاسم محمد إبراهيم في 6 نوفمبر 1954. من هنا بدأ الشرخ بين الطلبة الجزائريين والطلبة الأوروبيين، فانسحب الطلبة الجزائريون من الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين ولا اليونيف إلى تأسيس لوجيما في جويلية 1955. هذه المنظمة التي شملت في صفوفها جملة من الطلبة الجزائريين على غرار محمد خميستي، محمد خان، وكذلك محفور قداش، حيث أن محفور قداش بحكم نحن في موضع تاريخي فقد ناضل في تلك الفترة في إطار المنظمة، ثم له كتابات مميزة بالنسبة لتاريخ الجزائر في عهد الاستعمار وما بعد عهد الاستعمار. في حين الجانب الآخر من الأوروبيين فقد كانت لهم جمعية أيضاً خاصة بهم، وهي الاتحاد العام لطلبة الجزائر، وكانت تضم كل الطلبة من أصل أوروبي داخل هذه الجامعة، وتميز هؤلاء الطلبة بتصرفهم العنصري حتى أنهم دخلوا فيما يعرف بصف ليزوترا، دخلوا في صف ليزوترا. كان على رأسهم في البداية جون غوترو، فيما بعد خلفه شخص آخر غني عن التعريف بالأعمال الإجرامية التي ارتكبها وهو بيير لاغايات. هذا الشخص الذي كان أو هذا الإرهابي الذي كان من المؤسسين الأوائل لمنظمة الجيش السري الإرهابية التي كانت في اللي كان تأسيس نتاعها في مدريد، فيما يعرف اليوم بمدريد بالتور دي إسبانيا، في مارس 1961 تحت إشراف الجنرال صالح. نظام الطلبة الجزائريين لم يكن فقط في الداخل بل كان حتى في الخارج، فالذين فروا من الجامعات الفرنسية صدفتنا قصة أحدهم، لا بأس أن نقدمها في دقيقة أو دقيقتين لو سمح رئيس الجلسة. فهذا
مرتبطة بالطبيب أحمر بن عدودة الذي فر من مدرسة الطب في مونبولي إلى مدريد لممارسة نشاط نضاله مع مكتب جبهة التحرير الوطني، ونظرا للمكائد التي كانت تقيمها المخابرات الفرنسية قد تم اغتيال كاتبة لمكتب جبهة التحرير الوطني بمدريد ونسبت إلى هؤلاء الجزائريين وألقي عليهم القبض في فترة حكم فرانكو الجنرال فرانكو، وكانوا قد يواجهون الحكم بالإعدام، وقصتهم دفع عنها محامي إسباني شهير وكاتب شهير أيضا هو خوان مويا لوبيث. أخوان مويا لوبيث كتب قصة هؤلاء الطلبة الجزائريين في كتاب سماها خويرة ديال خويبو أو خارج اللعبة، وترجمتها الكاتبة اللبنانية نتيجة شعبان. أستسمح فقط السيدة الرئيس بإضافة دقيقة أخرى لنذكر بالأعمال الشنيعة التي ارتكبت ارتباطا بجامعة الجزائر، وهي إحراق مكتبة الجامعة في 7 جوان 1962. هذه المؤسسة العلمية التي كانت تحوي حوالي 600 ألف كتاب دمرت تقريبا بكاملها، ولم يبقى منها سوى 60 ألف كتاب من مخطوطات وغيرها من المؤلفات، واستلزم الأمر لإعادتها إلى صورتها الحقيقية التي نراها فيها اليوم مدة 4 سنوات من 1962 أو عفوا 6 سنوات من 1962 إلى 1968. بالنسبة للجامعة غداة الاستقلال، يعني يوم غد بعد الاستقلال مباشرة في المرحلة الانتقالية من دخول الجامعة 62-63، لم أجد فيما قد طلعت عليه من كلمات معبرة سوى كلمات الأستاذ الفرنسي روني غاليسو، المؤرخ روني غاليسو الذي قال عن جامعة الجزائر 1962-63 إتي لونيفرسيتي انترناسيونال إي انترناسيوناليست، بحكم استضافتها للمدافعين عن حركات التحرر في إفريقيا من الكونغو وموزمبيق وأنغولا. وأضاف شيئا آخر في سنة 1965 قال عن جامعة الجزائر إتي بويون دو كولتور on donnait des cours durant la journée et on discutait le soir sur les mouvements de libération. Au revoir.